السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي راز خير البشر پہ میں اگر جاؤں، إلهي راز خير البشر الہی روزے خیر البشر پہ میں اگر جاؤں تو پھر واپس نجات آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤں، نجات مر جا الہی روز خیر البشر پہ میں اگر جا کبھی کبھی روز سمبر تک کبھی ممبر منس روز تک ادھر جا صدا نے کو چاہے دلدار کی پہ ہم بلا لوں،
सदा وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا
فاصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يا Thank you.
هل في ذلك قسم لذي حجر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا وعذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربه وأما
صلصال كالفخير وخلق الجان من مارج من نير فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم من أقطير السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ عليكما شواظ من نير ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان
يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان وعبقري حسان
فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين الذين آمنوا بالقول الثابت
بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.
حتى Mm-hmm.
وَمَا